عاد رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى عدن بعد أشهر من إقامته في العاصمة السعودية مع حكومته. عاد ومعه بعض الوزراء وتلقى إشادة من الرباعي الدولي المعني بالملف اليمني وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، إلا أن تلك الإشادة لن تتحول إلى دعم حقيقي كما يقول كثيرون. غادرت الحكومة عدن قبل أشهر تحت ضغط احتجاجات شعبية دعمها المجلس الانتقالي، ومن يومها والمجلس المدعوم من الإمارات يسيطر على كل المؤسسات في المدينة ويرفض تمكين الحكومة من ممارسة مهامها من هذه المؤسسات. يرى الكثيرون في هذه العودة مجردة من أي دلالات عملية، حيث أن الحكومة تفتقد إلى السيطرة على المدينة وتفتقر للموارد اللازمة لمعالجة الوضع في المدينة، ولكنها من ناحية أخرى تعني تثبيت سيطرة المجلس الانتقالي وترفع عن كاهله المسؤولية عن تدهور الوضع في عدن. المجلس الانتقالي الذي بقي طوال الفترة الماضية يدعو الحكومة للعودة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده لا يبدو مستعداً لتمكين الحكومة من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة، ويجادل أنصاره بأن الشرعية لم تلتزم باتفاق الرياض الموقع بينهما وأن السيطرة على المؤسسات التابعة للحكومة أمر طبيعي ويأتي في سياق مشروع الانتقال الساعي لاستعادة ما يسميها الدولة الجنوبية. لم يتغير شيء منذ مغادرة الحكومة عدن سوى تكريس سيطرة الانتقال على المدينة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي كانت معظم شعاراتها ضد الانتقال وتعطيله لعمل الحكومة، والآن وقد عادت الحكومة، فهل سيسمح الانتقال للحكومة بالعمل من العاصمة المؤقتة؟ وللنقاش سيكون معنا من هولندا أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان. هلا وسهلا بك دكتور عبد الباقي، وينضم إلينا المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن الأستاذ صالح النود. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح، وأبدأ معك بالسؤال المشترك. عادت الحكومة إلى عدن، فهل سيسمح الانتقالي لها بممارسة مهامها من هناك؟ مساء الخير عليكم جميعا. بطبيعة الحال المجلس الانتقالي الجنوبي كان المبادر لدعوة الحكومة إلى للعودة إلى عدن للقيام بواجباتها. الوضع في عدن والمناطق المحررة وضع مأساوي، والحكومة فشلت في أن تقدم أبسط الحلول لهذه المشاكل التي يعاني منها المواطن في تلك المحافظات، ولذلك المجلس الانتقالي حريص على أن تمنح هذه الحكومة كل الصلاحيات والإمكانيات والفرص لأن تنجح في معالجة هذه الإشكاليات، ولم يكن المجلس الانتقالي أبدا عقبة أمام أن تقدم هذه الحكومة وأن تقوم بواجباتها، لكن الكثير من الذين لا يريدون للحال أن يتحسن في عدن أرادوا أن يربكوا المشهد بطروحاتهم حول دور الحكومة، وغادرت الحكومة هي لا تريد في الحقيقة أن تقدم ما يفرض عليها الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية، وهو أن تقدم الخدمات للمواطن، بل أتت وللأسف هناك من يريد للحكومة هذه أن تفشل وأن تذهب بالأمور في منحى مختلف تماما عن ما كان أو ما نص عليه اتفاق الرياض. الحكومة مناطة بها أن تقوم بتقديم حل مشكلة الخدمات، المشاكل المعيشية التي وصلت إلى مستوى لا يطاق، وأيضا أن نعمل معها كقوى ضد ميليشيا الحوثي، وللأسف أيضا فشلت في ذلك وسلمت كثير من المناطق التي كانت تحت سيطرتها، واليوم نرى المناطق تتساقط تباعا، كان آخرها في أطراف شبوة في بيحان ومناطق أخرى، وللأسف الشديد لابد أن تتغير العقلية والأسلوب في التعامل مع هذه التحديات، ونتفائل كثير، تفاؤلنا هو حذر لأن قوى الشر التي لا تريد لهذه الحكومة أن تقوم بواجباتها ما زالت موجودة وما زالت تعمل على الخلق الفوضى والعبث في المشهد بشكل عام، ولكن سنكون متعاونين وسندفع بأن تنجح الحكومة في تقديم ما هو مناطبها وما والمسؤوليات التي تتحملها. طيب انقل ذات السؤال ايضا لضيفي من هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، عادت الحكومه اذا لعدن، هل تعتقد ان المجلس الانتقالي سيسمح لها بممارسه اعمالها من هناك؟ المجلس الانتقالي وجد وتم انشاؤه كاداه اقليميه
برهانات محلية وإقليمية لإنهاء السلطة الشرعية وإحلال هذا المجلس وأذرعه الميليشياوية بديلا عن السلطة، وبالتالي لا يمكن أن يترك المجلس الانتقالي لهذه الحكومة أن تعمل، رغم أنني أتحفظ على مفردة أو حكومة، لأن الحكومة ينبغي أن تكون بكاملها، ينبغي أن تكون قد حظيت بمصادقة البرلمان، ينبغي أن نتحدث ليس عن حكومة مجموعة إداريين لا يتحركون إلا في زاوية جغرافية ضيقة، نحن نتحدث عن سلطة شرعية بمستوياتها الثلاثة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، لا نتحدث عن حكومة عادت. هذا يعمل تضليل للرأي العام المحلي والدولي، ويحمل هذه الحكومة والسلطة الشرعية تبعات كبرى. نحن ندرك أن المجلس الانتقالي أفشل ولعب دور باعتباره أداة إقليمية، لأن المصالح الإقليم تقتضي إنهاء هذه السلطة، مصالح الإقليم الإيرانية أو الإماراتية أو السعودية تقتضي أو تتأسس بما فيها الرهانات المحلية، المجلس الانتقالي أو الحوثيين، كلها تتأسس على إنهاء السلطة الشرعية وإضعافها. وبالتالي حتى المجلس الانتقالي الآن الذي المواطنين قاموا بالاحتجاج عليه، اتضح حتى الإمارات لم تمنحهم القدرة على أن يكونوا بديل، حتى تصبح الإمارات والدول الإقليم هي التي تتحكم بكل الخيوط. بعبارة أخرى، جففت على السلطة الشرعية الموارد ومنعت من تصدير النفط وعاقت الدولة، وبالتالي أصبحت الحكومة معاقة، والمجلس الانتقالي أيضا مرتباته ودعمه ومنظومته مرتبطة من هناك، وبالتالي لا يستطيع أن يمارس أيضا دورا كاملا. إذا المسألة لا تتعلق بعودة معين عبد الملك، عاد رئيس الحكومة بقوة دفع سعودية وبقوة دفع خارجية، نظرا لأن هناك حديث عن إيجاد تسوية وليس سلام، إيجاد تسوية، وهذه التسوية ستكون في وضع محلي متعدد السلطات، بمعنى أن هنالك الجغرافيا متجزية وسلطة متجزية، والناس يتحدثون الحكومة ضعيفة وغير قادرة على إدارة شؤون المواطنين. هذا يعني أن سيكون كل الأطراف لها تشارك في حكومة الوحدة الوطنية، والمجتمع الدولي سيتدخل تحت مبرر، وهذا قد تم التصريح به، أن اليمن تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي وتشكل خطراً على الملاحة الدولية. هذه تصريحات تتصاعد وتتكرر، بمعنى بعبارة أخرى سيكون هناك تدخل دولي أو تواجد دولي في اليمن. بالتالي المجلس الانتقالي أداة إقليمية تنفذ أجندة إقليمية، بالرغم أنها لها مطالبها وتطلعاتها الوطنية اليمنية مشروعة، ولكن أصبح هذا المجلس لا يعبر عن هذه التطلعات ولا يمارس سياسة تستجيب للرهانات المحلية، بل أصبح رهاناته وأدواته وإجراءاته تخطط وترسم، والأفعال يتم توجيهها بالريموت كنترول من أبو ظبي. طيب أعود للأستاذ صالح. أستاذ صالح، الانتقالي هو كان المسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، ومع ذلك كان يحمل الحكومة مسؤولية الفشل وتدهور الوضع. على أي أساس يبني المجلس الانتقالي خطابه؟ أخي سامي، لابد أن نفهم السياق الذي نتحدث فيه عن هذه كل الأمور التي ناقشناها ونناقشها في هذا اللقاء. أولا، لابد أن نعترف بأن اليمن في حالة حرب، واليمن في وضع استثنائي، ولا يمكن الحديث عن شرعية مطلقة أو شرعية بالمعنى الصحيح للشرعية. الشرعية في الحقيقة التي البعض يريد أن يتحدث عنها هي منظومة من الأفراد في الحقيقة موجودين في الخارج. يعني الأخ دكتور عبد الباقي تحدث عن المجلس الانتقالي الجنوبي وكأنه أو على أساس أنه أداة للإمارات كما وصف، ونسى أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو على الأرض وبين شعبه، ويدعمه الشعب بكل ما يملك من قدرات في ظروف في غاية التعقيد. يعني لو كان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يحتمي بشعبه أو شعبه لا يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، لما استمر المجلس الانتقالي الجنوبي في أن يكون هو الحاكم الفعلي للمناطق التي حاليا يسيطر عليها.
والشرعية هي في الحقيقة ليست موجودة على الأرض، ولم يعد لها شرعية، لا شرعية قانونية ولا شرعية شعبية ولا شرعية ثورية ولا شرعية إطلاقا. لذلك إنكار، عندما ننكر الواقع هنا الخلل. يعني ما زلنا نتحدث، أو ما زال البعض، من للأسف الشديد أقولها، من النخب في الشمال يتحدثون عن المجلس الانتقالي الجنوبي كعدو أول، وربما ميليشيا الحوثي لا تدخل في أطروحاتهم أو في تقييمهم للوضع في اليمن بشكل عام. وهذه هي الكارثة، هذا ما سمح لميليشيا الحوثي أن تتعمق وأن تتوسع وأن تسيطر وأن تجهز على الشمال في الحقيقة، للأسف الشديد. وهي اليوم أصبحت ربما باتفاقيات معينة تريد أن تتجه نحو الجنوب من خلال علاقتها بالجماعات وبالقوى العسكرية التي أساسا هي تابعة للشرعية ويفترض أن تكون هي التي تقاومها. وبالتالي نحن نتحدث، عندما نتحدث عن حكومة، نحن نتحدث عن مجموعة من البيروقراطيين الذين في يعني هم خبراء في مجالاتهم. طيب استاذ صالح، دعني انقل النقطه للدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي شمسان، اذا هذه نقطه تحدث بها الاستاذ صالح النودي، يقول لماذا ننكر الواقع؟ لماذا اليوم نخب الشمال اصبحت تتعامل مع المجلس الانتقالي انه العدو الاول وتتغافل عن الحوثي؟ المجلس الانتقالي اليوم هو موجود على الارض ومدعوم من شعبه. أعتقد الضيف أجاب على الأسئلة بذاته عندما تحدث أن المجلس الانتقالي يعني متواجد واقعيا، وأنا تحدثت في أول المداخلة وقلت أن هنالك من أسس لهذا المجلس على وقام بإحلاله على حساب السلطة الشرعية، بحيث مكنه ماليا وعسكريا وتدريبا وتمويلا وتسليحا، كل هذه الأشياء فرضت منه، بمعنى أن هنالك مخطط إقليمي في يسمى بعلم الاجتماع نون أكتور ستيت، بمعنى فاعل غير الدولة. وبالتالي أوجدوا فاعل غير الدولة في عدن، بمعنى أن هذا الفاعل مكنوه من إدارة الواقع وإيجاد سلطة واقعية في الجنوب، مع إيجاد سلطة واقعية في صنعاء، نظرا لأن هذا المخطط يتكامل من ماذا؟ أننا نقلت وتحدث وقلت أن الإيران أو السعودية أو الإمارات والمجلس الانتقالي والحوثيين، كل هؤلاء تتأسس كل رهاناتهم على إضعاف السلطة الشرعية. وبالتالي هناك تخادم بين المجلس الانتقالي والحوثيين، الحديث عن أن الحكومة مجموعة أشخاص ومنظومة ونحن قوة، وهذا الحديث كنا نتوقعه. سيتحدثون الحوثيين، يتحدثون أنهم موجودين في صنعاء وعلى أرض الواقع. المجلس الانتقالي يتحدث، نحن لسنا ضد المجلس. المجلس الانتقالي إذا كان لديه مطالب وطنية مشروعة في إطار معالجتها وطنيا بعيد عن التخادم مع المجلس الانتقالي، ويصبح القرار ليس في الإمارات، القرار في عدن، ويتحاور مع كل المكونات اليمنية، لا يمثل هو الجماهير. طيب دكتور عبد الباقي، نسمع إجابة من الأستاذ صالح. إذن المجلس الانتقالي موجود على الأرض لأنه هناك مخطط إقليمي، هو جزء من هذا المخطط الإقليمي الذي يستهدف إضعاف وإنهاء الشرعية. وأشار أيضا الدكتور عبد الباقي إلى وجود حالة تخادم ما بين المجلس الانتقالي والحوثي. الحقيقة موضوع التخادم هذا يعني أصبح، لا حتى الرد عليه أصبح يعني مضيعة للوقت، لأنه لا يعني المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية هي القوات الوحيدة على الأرض التي تقاوم المشروع الإيراني وميليشيا الحوثي. فأنا لا أريد أن أثبت لمن يطرح هذا الطرح بأن العكس صحيح، لأن أنا أرى فيه نوع من، للأسف يعني نوع من العبث في الطرح. لا يوجد تخادم إطلاقا. نحن القوات، الجبهات المشتعلة والجبهات الحقيقية هي الجبهات التي يتواجد فيها القوات الجنوبية وميليشيا الحوثي، والقوات الرخوة التي كانت ممرات أصبحت ممرات لميليشيا الحوثي إلى المناطق كثيرة في الشمال، والآن إلى بعض مناطق شبوة، هي الجبهات التي تحت سيطرة ما تسمى في الشرعية. ولذلك طيب هذه النقطة. النقطة الأخرى، أنه قراره في الإمارات وليس في عدن، أنه جزء من مخطط إقليمي لاستهداف وإضعاف الشرعية. نعم، أذكر الأخ عبد الباقي والجميع بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ما هو إلا تتويج لثورة بدأت في 2007، يعني بعد أن رفض الشعب الجنوب كلما نتج عن الوحدة المشؤومة التي فشلت والمآسي التي رافقتها. المجلس الانتقالي الجنوبي هو المكون، تتويج لتلك المسيرة، وهو المكون السياسي الذي تأسس في ظروف استثنائية، في ظروف كان التحالف العربي هو الموجود على المشهد. التحالف العربي كان يبحث عن
شركاء في الساحة اليمنية، ووجد من المجلس الانتقالي الجنوبي أو من القوى الجنوبية قوى فاعلة ويعني مؤتمنة يمكن الثقة بها، ومن ثم تم العمل على تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كتتويج وكحامل سياسي لهذه الثورة. الحديث عن الإمارات وأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو لا، في الحقيقة ليس ذلك. الإمارات هي حليف، ونفتخر ونتشرف في المجلس الانتقالي الجنوبي أن تكون الإمارات حليف لنا. هي صادقة وقدمت الكثير، لكن يبدو أن البعض لهم وجهة نظر من الإمارات، وبالتالي ينعكس ذلك على وجهة نظرهم، يعني نظرتهم تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي. في الأخير، ما الذي قدمته الإمارات للمجلس الانتقالي أستاذ صالح؟ عفوا أخي، ما الذي قدمته الإمارات للمجلس الانتقالي من دعم؟ طبعا الإمارات دخلت وهي جزء من التحالف العربي، وقدمت كثير من الدعم العسكري واللوجستي، وحقق المجلس الانتقالي القوات الجنوبية، وبعدها بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي دخلت في حلف داعمة للشرعية، ليس داعمة للمجلس الانتقالي، هكذا يفترض أنه كان سبب دخولها. نعم، ولكنها وجدت في الشرعية طرف ضعيف لا تستطيع العمل معه، ولم يحقق شيء، بل سلم المناطق، سلم الشمال لميليشيا الحوثي، وباع الأسلحة التي كان يستلمها من الإمارات ومن التحالف. لماذا الإمارات اختارت من كل أطراف الشرعية ومن كل مكونات الشرعية اختارت فقط المجلس الانتقالي الجنوبي لتدعمه؟ لأنه المكون الوحيد الذي أثبت بأنه حقيقة ضد ميليشيا الحوثي، وأنه الذي حقق الانتصارات على الأرض بدحر الإرهاب من شبوة ومناطق كثيرة، التي للأسف الشديد بعد أن عادت الشرعية للسيطرة على شبوة عادت تلك الجماعات ومن جديد. ولذلك من الطبيعي أن تكون هناك علاقة قوية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات، لأن المجلس الانتقالي أثبت بأنه القوة الوحيدة على الأرض التي استطاعت. لم تشرح لي ما طبيعة الدعم الذي قدم من الإمارات؟ الإمارات وهي جزء من التحالف العربي قدمت الدعم العسكري واللوجستي والسياسي وكل أشكال الدعم لكل الفصائل والقوى في اليمن، لكن البعض للأسف الشديد لم يتخذ من ذلك الدعم في المعركة الرئيسية ضد الحوثي، وبقى المجلس الانتقالي هو الوحيد الذي استطاع أن يثبت وجوده على الأرض وليحقق المكاسب. طيب أستاذ صالح، واضح الدعم العسكري الذي قدم للمجلس الانتقالي من الإمارات، لكن ما طبيعة الدعم السياسي؟ ما شكل هذا الدعم السياسي الذي قدم للمجلس الانتقالي؟ الـ 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 كما ذكرت أخي العزيز، عندما نتحدث عن اليمن، الأزمة أتت بمشاكل لها يعني تاريخ، يعني احتلال أو انقلاب ميليشيا الحوثي لم يكن بداية الأزمة اليمنية، ولكن هناك مشاكل كانت قبل أن يسيطر الحوثي على اليمن، وبالتالي التحالف العربي يدرك جيدا ويعتبر من القضية الجنوبية قضية جوهرية لا بد أن تحل، والجنوبيين هما على الأرض ولا بد من دعمهم ليحافظوا على أرضهم من ميليشيا الحوثي. واليوم نعود إلى نفس السيناريو ونفس المشهد، بأن ميليشيا الحوثي تبدأ بالتوغل نحو الجنوب، وسيتم دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الجنوبية للحفاظ على هذه الجغرافيا التي ما زالت هي الجغرافيا العربية الوحيدة للأسف الشديد على أراضي وجغرافيا اليمن. طيب دكتور عبد الباقي شمسان، لك تعليق على ما طرحه الأستاذ صالح النود في رده على تساؤلك أنه لماذا المجلس الانتقالي اليوم؟ أولا، المجلس الانتقالي أثبت بالفعل أنه أداة إماراتية بامتياز، وأنه يقول لك لسنا أداة، نحن حليف مع الإمارات. أنا هو يقول ما يريد، يقول ما يريد، هو يقول بناطق رسمي، ومن مهمته أن يقول أنه هم يعني يمثلون يعني القضايا الوطنية في المناطق الجنوبية، هم أداة إماراتية بامتياز، وهذه الأداة الإماراتية تم منحها أو تأسيس لها وإنشاء لها ميليشيات ومرتزقة من الأحزمة والنخب في المناطق الجنوبية على حسب السلطة الشرعية. هذه المجلس الانتقالي ينفذ الأجندة والفعاليات، ونحن نعرف لا نحتاج إلى إعادة الإسطوانة، القرار يصنع في أبو ظبي وهم يخضعون. لم تقتنع بإجابته عندما قال أن المجلس الانتقالي اختير من الإمارات لأنه وجدت فيه الطرف الأكثر فاعلية على الأرض والأكثر حرصا على تحرير البلد من الحوثي في مقابل ضعف الشرعية؟ وجدت شخصيات من المجلس الانتقالي أكثر قبولاً لأن يكونوا يعني أتباع للإمارات، وأنهم يقدمون مصالحهم الشخصية على حساب القضايا الوطنية
اليمنية أو حتى الجنوبية، لأنهم هؤلاء لا يمثلون المصلحة الوطنية للإمارات، يمثلون مصالحهم الشخصية، والدليل وجودهم في أبو ظبي. أما عندما تحدث قدمت جزء من التحالف الإمارات، الإمارات قصفت جيشنا الوطني في العلم، الإمارات أسست ميليشيات على حساب جيشنا الوطني، الإمارات استولت على الجزر وتتحرك في الجغرافيا اليمنية دون العودة للسلطة الشرعية، الإمارات أسست ميليشيات في الساحل الغربي وأسست جماعة أبو العباس، الإمارات تعيق تصدير النفط وتعيق أن تكون للدولة هذه موارد. الإمارات لم تدعيها سلطة شرعية، هي اختارت أطراف لديهم يعني طموحات شخصية وليس وطنية وخضعوا للإمارات، وهذا شكل لا يحتاج إلى إثبات. الحديث أن الممل هذا أنه قواتنا هي التي تدافع قواتنا، نحن نعلم أن وهناك تصريحات تقول بهذا التخادم، وشخصيات المجلس الانتقالي المؤسسة تدربت في بيروت ولها علاقة مع إيران، وهناك تزامن بحيث يتم إنهاك السلطة بما الشمالية والجنوبية، وهناك تنظيم وتنسيق، المصالح ملتقية. بالتالي الحديث أنا يعني أرجو أن لا يستخدم كلمة القوات الرخوة. جيشنا الوطني قصف، جيشنا الوطني يتم اتهامه بخطاب بأنه جماعات متطرفة، وهذا جيش وطني ينبغي أن يمارس المهام. هناك منع لرئيس الجمهورية من العودة إلى عدن، هنالك منع البرلمان من عقد جلساته. من الذي يمنع ومن الذي يقصف ومن الذي يعطي الأوامر ويدير الفعاليات للذهاب إلى المعاشيق وإعاقة؟ من الذي يقوم بكل هذه العمليات؟ من الذي قام بتصفية الرموز الوطنية وقام بإيجاد السجون السرية؟ من الذي يصمت عن كل هذا؟ ما الذي ينفذ العمليات على حساب الشعب المناطق الجنوبية؟ هم يحاولوا تقويع الجماهير في الجنوب حتى يخلقوا نوع من النفور من السلطة الشرعية ومن المجلس الانتقالي، وهذا المقلب أخذوهما. بالتالي الحديث الأكاديميين الشماليين والحديث أن أنهم يقاتلون في الجبهات، هنالك جيش وطني وهنالك الجمهورية اليمنية، والإمارات والسعودية خدمت المجلس باتفاقية الرياض وليس السلطة عندما منحته طرف من أطراف النزاع، وقبل الشعب اليمني على مضض الانقلاب الثاني، نسميه الانقلاب الثاني الذي خطط ورسم في الرياض والسعودية، وتم منحهم طرف من أطراف النزاع. كما أن الحوثيين عندما دخلوا صنعاء تحدث الناطق الرسمي لهم بأن كان هنالك تنسيق مع بعض السفارات هنا، كان لهم هناك تنسيق، بمعنى إيجاد الحوثيين في اليمن كان لإيجاد توازن مع القوى الصاعدة 2011. الحوثيين عندما دخلوا إلى عمران وصنعاء كان هناك تنسيقات تأجيل المعركة مع الحوثيين وعدم وإيقاف، أقول للضيف، إيقاف القوات التحالف عند الخط الفاصل بين الشمال والجنوب كان إشارة واضحة وكنا ينبغي أن نفهمها. بقاء تعز محاصرة هذه المدينة ذات الثقل الديموغرافي والوطني أيضا مدروس، وهذا طيب. وأنا أريد أن أحصل على تعقيب على هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى محور آخر من ضيفي في لندن الأستاذ صالح النود. إذن توقف المعركة عند حدود الشمال والجنوب كان إشارة واضحة، يقول لك دكتور عبد الباقي الشمسان، على طبيعة هذه العلاقة ربما، وأن الرغبة في عدم أن يكون هناك مواجهة أو معركة مع الحوثي. بالعكس تماما، يعني موضوع هذا دليل قاطع على ان القوى الفاعله كما ذكرت انها القوات الجنوبيه والمجلس الانتقالي الجنوبي. توقف المعارك ليس، طب اذا كانت فاعله لماذا لم تستمر وتواصل المعركه يعني باتجاه الشمال، حتى اقل على الاقل انها تحمي العمق، يعني عمق الجنوب من اي محاولات للمجلس الانتقالي لاحقا؟ تم أخي سامي أن دخلت قوات جنوبية لعمق الشمال، يعني في الساحل الغربي وفي المخا، واقتربت من الحديدة لولا أن الشرعية وتعاملها مع الموضوع يعني كان هو الذي تسبب في الانتكاسة في ذلك الوقت. لكن بالنسبة للدخول إلى الشمال، نحن ذكرنا أكثر من مرة أننا مستعدون للتعاون مع القوى الحية الشريفة في الشمال، لكن لا نجد في هذه القوات التي تتواجد في شبوة الألوية التي تملك من القوة ما يكفي لتحرير الشمال، وهي موجودة في شبوة وفي وادي حضرموت. كيف لنا أن ندخل المناطق الشمالية لنحرر الشمال إلى العمق الشمالي وهي تبقى في العمق الجنوبي وتريد أن تعود مرة أخرى للانقلاب علينا؟ هناك مشكلة. نحن مستعدون في المجلس الانتقالي الجنوبي وحتى كشعب جنوبا نجتمع ونتفق مع الشرفاء والأشقاء في الشمال على أن يكون في استراتيجية معلنة متفق عليها لتحرير الشمال، ومن يعني من أبجديات هذا الاتفاق أن يكون هناك
تحريك لهذه القوة الهائلة التي في حضرموت وفي شبوة إلى الجبهات، ولكن عندما يبقى الأمر على حالة كما هو عليه لا يمكن لنا أن ندخل إلى عمق الشمال، بينما الطرف الآخر الذي نريد أن نعينه على في هذه المعركة يريد أن يعود مرة أخرى إلينا. هذا موضوع سهل يعني طيب انتهى طيب في دعنا هذا الجبهة. نعود للنقاش، عودة الحكومة إلى عدن اليوم، أنه عشان تنجح هذه الحكومة لابد من أنه يتم تمكينها من إدارة المؤسسات التي ما زالت تحت هذه اللحظة تحت سيطرة المجلس الانتقالي. هل المجلس الانتقالي مستعد الآن التخلي عن إدارة هذه المؤسسات وتسليمها للحكومة وللوزراء لممارسة مهامهم بشكل مستقل بعيد عن أي سلطة للمجلس الانتقالي؟ طبعا حتى ما اتضح وتأكد لنا بأن الحكومة فعلا عادت لتقوم بواجباتها، المجلس الانتقالي لن يكون عقبة أمام الحكومة وسيعمل على تسيير كل ما يلزم للقيام بدورها. ولكن كيف طبعا ستتأكدوا من أن الحكومة راغبة بالعمل؟ أولا أن تبقى فترة يعني كافية ليكون هناك في نتيجة لعملها، التجارب السابقة للأسف الشديد عادت الحكومة وفجأة ببعض يعني التوجيهات من أطراف أخرى لا تريد للحكومة أن تنجح غادرت القوى للأسف الشديد التي تقف ضد الجنوب والمسيطرة على الشرعية، هي القوى الفاسدة التي تريد أن تفسد عمل الحكومة، مع العلم بأن الحكومة هذه هي حكومة مناصفة لمرحلة معينة، ويجب أن لا نبالغ ونذهب ونقول بأن الحكومة عادت وقد عاد اليمن مرة أخرى، نحن في ظروف استثنائية تم الاتفاق يعني التنازل على كثير من الأمور للوصول إلى هذا الاتفاق، اتفاق الرياض، وبالتالي لابد لمراعاة ذلك، يعني لا نتجاوز القضية أنتم في الجنوبية. المجلس الانتقالي ما الذي تريدوه من هذه الحكومة؟ ما الذي تريدون أن تقوم به؟ وما هي الصلاحيات أو المسؤوليات التي يمكن أن تتيحوا للحكومة العمل فيها داخل العاصمة المؤقتة؟ الحكومة يعني هناك اتفاق، نحن نتعامل مع الحكومة وفقا لاتفاق الرياض، ليس وفق لأي يعني مرجعيات أخرى. اتفاق الرياض ينص على أن تعود الحكومة، كان هناك الشق العسكري والشق الأمني والشق العسكري. ولذلك في الشق السياسي الحكومة تم تشكيلها وتعود إلى المناطق المحررة وتبدأ في تقديم الخدمات ورفع المعاناة عن الشعب، هذا هو الهدف الرئيسي للحكومة. الهدف الآخر هو البحث عن صيغة لتوحيد الجهود لمجابهة ميليشيا الحوثي في الصراع العسكري والجوانب الأمنية الأخرى. للأسف هذا موضوع في غاية الحساسية، وسيبدأ التعامل معه من قبل المجلس الانتقالي بإيجابية عندما تكون هناك خطوات ملموسة تتعلق أو تشير إلى أن القوات المتواجدة في شبوة وفي حضرموت ستعمل وستتفاعل مع الحرب هذه بشكل أكثر من السابق. للأسف الشديد إذا لم تتحرك سنصل إلى نفس النتيجة، ولذلك هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة، عليها أن تأتي بروح أن تقدم وأن تعمل وأن تبقى وتعاني مثل ما يعاني الشعب في المناطق المحررة، وحينها سيتعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع كل هذه الإيجابيات بإيجابيات متبادلة، وسنعمل جميعا على إنجاح مهامها. تطالب الحكومة دكتور عبد الباقي بأن تعود لكن وفق ضمانات، ما هي الضمانات التي يفترض أن الحكومة تأخذها ومن الطرف الذي يفترض أن يقدم هذه الضمانات؟ لو سمحت، أولا دعنا نوضح بعض المسائل في غاية الأهمية التي طرحت. تحدث الضيف وقال أن القوات لم تتقدم تجاه العمق الشمالي، أنا لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث أن قوات التحالف العربي توقفت في الخط الفاصل، وليس القوات ميليشيات المجلس الانتقالي ولا الميليشيات التابعة للإمارات، نقول قوات التحالف وكانت معها الحركة الوطنية أوقفوا التقدم عند الخط الفاصل، بقيت تعز محاصرة لست سنوات، يجدبوا العباس. أما تحركات القوات، ما الذي تقصد بقوات التحالف؟ أن تقصد أنه كان هناك جنود سعوديين أو إماراتيين؟ أثناء استعادة عدن وتحريرها لم تتقدم وتكمل القوات التحالف العربي مع المقاومة الوطنية باتجاه رفع الحصار عن تعز، وإن ذلك توقفت عند الخط الفاصل في 90. التحركات في الساحل الغربي والتحركات خارج الجغرافيا الجنوبية كان في إطار المشروع الإماراتي للسيطرة على الممرات الدولية وميناء باب المندب والجزر، لا يتعلق بأن هذه القوات، هناك جيش وطني يمني شجاع ومقاوم تم استهدافه وتم إضعافه لصالح ميليشيات مرتزقة. تحدث الضيف أيضا وقال
ما يسمى بالسلطة الشرعية، كيف تتعامل مع باتفاق الرياض مع ما يسمى السلطة الشرعية؟ كيف تتحدث وتقول أن يعني يتحدث ويقول أيضا الأخوة يعني مع الشرفاء من الشماليين، أي حديث هذا عن سلطة شرعية وعن اتفاق الرياض، ويحدد أن الرياض هو المرجعية الثابتة، هناك الجمهورية اليمنية، اليمن تحت الفصل السابع المرجعيات، هناك ثلاث مرجعيات، تم التآمر على اليمن باتفاقية ستوكهولم واتفاقية الرياض، السلطة الشرعية هي التي ساهمت في إضعاف مكانتها ووجودها، وبالتالي الحديث والمغالطات بأن يعني الحكومة ستعود، أي حكومة ستعود وأنت تهددها وتعيق وجودها ولا تسلم المكاتب، المفترض عندما الضمانات هو تسليم المجلس الميليشيات، المجلس الانتقالي الأسلحة للجيش الوطني، التحول هذا المجلس الانتقالي من جماعة تطالب بإعلان فك الارتباط إلى جماعة سياسية في إطار الجمهورية اليمنية، على أن يتم الحديث عن ما يحدث في المناطق الجنوبية. ويقول أنه نحن محكومين بالاتفاق الرياض، يعني أنه آلية عملنا وطبيعة وفق ما هو موضح في آلية اتفاق الرياض. ما الاتفاق الرياض لم يسمحوا له بالتنفيذ، لم ينسحبوا، لم يتركوا الحكومة تعمل، تحدثوا عن مناصفة، هذا الاتفاق الرياض كارثة وطنية بامتياز، تقاسم الحكومة، نحن لا نتحدث عن تقاسم الحكومة، نحن نتحدث عن سلطة، والسلطة يعني حكومة ويعني مجلس برلمان ويعني قضائية، هم حاولوا الآن بدل السلطة القضائية أوجدوا نادي القضاء حتى يعني يقوموا باستهداف السلطة القضائية اليمنية. الإمارات تمنع وتهدد انعقاد المجلس ومعلومات دقيقة بأي جغرافية يمنية حتى لا تمنع هذه الحكومة يعني ما يسمى شرعية العمل، وحتى لا توجد سلطة في الداخل، خلقوا جعلوا سلطة ضعيفة. لماذا؟ لأنهم مصالح الإمارات ومصالح السعودية ببقاء المجلس الانتقالي كأداة بيد الإقليم، وهذا يخدم إيران. طب هذه النقطة واضحة. الدكتور عبد الباقي استفزك حديثه عندما قال ما يسمى بالشرعية، هذه الشرعية توصف بأنها عاجزة وفاسدة وأنها لا فرق لا بين وجودها ولا عدم وجودها، فحينما يتعلق الأمر بالمجلس الانتقالي لماذا تصبح هذه الحكومة شيء جيد؟ لا لا لا، نحن نوجه النقد لهذه السلطة المهاجرة في الرياض، لكن هذا لا يعني أنك تقوم بما يسمى بتناقض مفاهيمي، أنت تتحدث عن أنك وقعت مع السلطة الشرعية في إطار أن هذا يعني الدفاع عن الكيان السياسي اليمني وأنك جزء من هذا الكيان، كيف توقع مع سلطة تعتبرها ما يسمى ووقعت معها اتفاقية وتتقاسم معها الحكومة وأنت تعمل ضدها؟ هذه كلها تناقضات، يعني لا يمكن لك أن تقوم باستهداف الجيش الوطني واستهداف المواطنين اليمنيين وأنت شريك مع السلطة الشرعية، أنت شريك مع السلطة الشرعية، كيف يمكن لك أن تقنعني بهذا؟ هذا خطاب أصبح يعني طيب. يعني يشعرنا بالغثيان عندما تستهدف، تقول تتحدث أنك جزء من اتفاقية الرياض وأنت تعيق عمل الحكومة وتستهدفها وتحرك المواطنين باتجاه المعاشيق وتعرقل عملها وتفشلها في إدارة الخدمات وتدير الشأن العام في الجنوب، ثم تتحدث عن شراكة، أي شراكة هذه؟ كن واضحا، ثم تتوقع مع السلطة الشرعية اتفاق ثم تصفها بما يسمى سلطة شرعية. صحيح نحن ضد هذه السلطة وضد سلوكتها، لكن نقول السلطة الشرعية على الأقل يعني طيب على المستوى النظري. طيب أستاذ صالح، منذ أسابيع وعدن تشهد احتجاجات شعبية وأيضا بعض المحافظات المحررة للتنديد على تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي، معظم هذه الشعارات وتحديدا في عدن هي موجهة ضد المجلس الانتقالي، فلماذا لا يقبل المجلس الانتقالي باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ولتتمكن الحكومة من معالجة هذه الاختلالات القائمة الآن؟ قبل الإجابة على هذا السؤال اسمح لي فقط تعليق بسيط. عندما ذكر الأخ عبد الباقي بأن عن المرجعيات الثلاث وأننا نتعامل بها، في الحقيقة أنا أطلب من الأخ عبد الباقي وكل من ما زال يعتقد بأن المرجعيات الثلاث هي مهمة أن يقنعوا بها ميليشيا الحوثي ومن ثم يأتوا لنا بها وسنتفاوض حولها.
يعني من الغير منطقي ان نتحدث عن اليمن والشرعيه والدوله والى اخره، والشمال بيد ميليشيا الحوثي، فلا بد ان نعالج المشكله هذه قبل لماذا تربط موافقتكم في المجلس الانتقالي والاعتراف بهذه المرجعية الثلاث بميليشيا الحوثي؟ يفترض أنكم أنتم مكون ضمن هذه الشرعية الذي يحارب ميليشيا الحوثي. لان الحديث عن اليمن وعن الدوله والشرعيه والى اخره ياتي فقط عندما نتحدث عن يعني في سياق القضيه الجنوبيه، وليتناسوا بان المشكله الحقيقيه وما نسف للاسف الشديد الشيء اسمه اليمن هي الميليشيات التي تسيطر على صنعاء. نحن لسنا يعني لم ناتي بشيء جديد، نحن تحدثنا عن القضيه الجنوبيه منذ فشل الوحده، ولذلك مشروعنا مشروع وطني، ويمكن ان يكون هناك مشروع عربي كبير ضمن يعني في وضع دولتان. لكن الحديث عن ميليشيا الحوثي هو تقسيم الشمال لإيران في الحقيقة، ولذلك علينا جميعاً أن نتحدث عن هذه المشكلة أكثر من ما نتحدث عن ما هو حاصل في الجنوب. الجنوب هو إرادة شعبية. تحدثت أخي عن يعني المظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة في عدن. أخي العزيز، الوضع مأساوي جداً في عدن، ويحق للشعب أن يخرج وينتفض على هذا الواقع المر، لكنه لم يخرج ويطالب بأن يغادر المجلس الانتقالي الجنوبي. هو طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بأن يكون له موقف، واتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي موقف بإعلان حالة الطوارئ لترتيب الحلول المناسبة. وجدنا أن التجاوز، طب إذا كانت هذه المظاهرات لم تحمل المجلس الانتقالي المسؤولية، لماذا المجلس الانتقالي قمع هذه المظاهرات وقمع المحتجين؟ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يقمع المحتجين، ولكن كانت هناك بعض العناصر التخريبيه التي اطلقت الرصاص من بين المتظاهرين على قوات الامن، وبالتالي هذه جرائم لا بد ان يتعامل المجلس الانتقالي معها بحزم حفاظا. طيب هذا الحزم الذي تعامل به المجلس الانتقالي قبل ايام، هذا الحزم في المظاهرات كما تقول، الان بعوده الحكومه المجلس الانتقالي سيعود مره اخرى لتحميل هذه الحكومه مسؤوليه التدهور في الاوضاع الاقتصاديه والخدميه، كيف يمكن لنا فهم هذا الامر؟ لا، المجلس الانتقالي سيحمل الحكومة في حالة فشلت مرة أخرى، لكن المجلس الانتقالي طالب مرارا وتكرارا بأن تعود الحكومة، وسيتعامل معها بكل إيجابية، وسنعمل معا لرفع معاناة شعبنا الذي يهمنا كثير في درجة أساسية. قضيتنا قضية شعب، وبالتالي كلما خفت المعاناة على شعبنا كلما كان المجلس الانتقالي يعني أكثر ارتياحا وقادر أن يتعامل مع الأمور السياسية بشكل أفضل. وبالتالي نحن مع الحكومة في أن تنجح، ولكن لا يعني ذلك بأننا سنسلم كما ذكر الأخ عبد الباقي كل ما لدينا لشرعية هو بنفسه يعترف بأنها فاشلة وأنها يعني أصبحت معضلة بحد ذاتها. وهذا هو المنطق في أن يحافظ المجلس الانتقالي الجنوبي على ما لديه من مقدرات وقدرات ليدافع عن الجنوب من ميليشيا خطر ميليشيا الحوثي الذي أصبح خطر حقيقي للأسف بعد أن بدأت الجماعات المسلحة التابعة للشرعية بتسليم مناطق كثيرة منها مناطق في الجنوب للأسف الشديد. طيب دكتور عبد الباقي، عادت الحكومة اليوم إلى عدن، والمهمة الرئيسية لهذه الحكومة هو معالجة الوضع المتردي، وهذا هو صلب عملها كسلطة شرعية بعيد عن أي طرف آخر غير الحكومة. لماذا يقال أنها عودة الحكومة ستصب في مصلحة المجلس الانتقالي وتحقق أهدافه؟ هذا الطرح ليس تهرب من المسؤولية؟ عودة الحكومة لن تستطيع هذه مجموعة الشخصيات الممثلة للحكومة بأن تحدث أي فارق. المجلس الانتقالي والإمارات تقولها بوضوح، المجلس الانتقالي أداة تنفيذية تضعف الحكومة وأفشلتها، وسوف تفشلها الآن حتى تحملها ما يحدث في الجنوب، بينما هو يسميها سلطة شرعية يعيق تحركاتها، يسيطر على الأموال، يقوم بنهب الموارد، ينفذ الأجندة الإماراتية، يسيطرون على المطارات، الموانئ، على البنك المركزي، يعني كل هذه العمليات التي تحاول أن تفشل الحكومة، ثم يقولون الحكومة هذه فاشلة. يعني حتى لأنه هذا استباق لهذا التصريح، كما كانوا يتحدثون ويقولون الجيش الوطني عندما تمت المواجهات، هذه جماعات إرهابية تنتمي لحزب الإصلاح وبالتالي ليست تمثل الجيش الوطني، مماثلة يعني، بمعنى يعني وصم الجيش الوطني اليمني بجماعات متطرفة. هذا تكرار هذا الحديث، هذا يعطي مسوغات استهدافه ويعطي مسوغات لمن يسلم السلاح.
هذه ليست سلطة شرعية، ثم يفشل السلطة الشرعية يقول له إنها عاجزة، بينما هو المخطط أن يتم إفشالها. يتحدث عن ضعف المستوى الأمني، بينما هم أسسوا ميليشيات الإمارات وأحزمة لإفشال الجيش وإفشال الأمن، يفرضون محافظ كما يشاءون. بالتالي هذه مغالطات واضحة. الحديث عن الحكومة تفشل سنتركها، المخطط واضح وتدريجي، إحلال تدريجي للمجلس الانتقالي. حتى المجلس الانتقالي يقول للضيف، اكتشف الآن من الاحتجاجات في المناطق الجنوبية أنهم حتى لم يثقوا بهم ليصبحوا بديل عن السلطة، والدليل لهم عاجزين عن إحداث أي شيء، لابد أن يأتي الدعم والسيطرة من الإمارات. يعني أنت أداة، وهذه نقطة سأنقلها للأستاذ صالح حنود، لكن هم أداة لا. طيب أنا سأسأله، لماذا فشل المجلس الانتقالي أن يكون بديل لهذه الحكومة؟ الحكومة يعني هذه الاحتجاجات الأخيرة هي كانت موجهة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا يعني أن عودة الحكومة إلى عدن لصالحها، على عكس ما يقال أنه في سبيل تخفيف الضغط على المجلس الانتقالي. ما رأيك؟ دكتور عبد الباقي، السؤال لك. نعم عيد لي لو سمحت. عيد الاحتجاجات كانت موجهة في عدن تحديدا ضد المجلس الانتقالي بدرجة أساسية، وبالتالي أنه هذه العودة اليوم للحكومة هي لصالحها، يعني على عكس ما يطرح أنه عودة الحكومة الهدف منه تخفيف الضغط على المجلس الانتقالي. نحن تحدثنا في أكثر من مرة، قلنا أن عندما يتم هنالك احتجاج ضد المجلس الانتقالي لا يوجد بديل يلتقط هذه الاحتجاجات وينظمها. لذلك يعني كل هذه الاحتجاجات ضد المجلس الانتقالي هم يدركون تماما عندما خرجوا، الهدف هو إفشال الاثنين، السلطة والمجلس الانتقالي. وبنفس الوقت يعلمون أن المجلس الانتقالي لن يستطيع السيطرة إلا بدعم إماراتي وإدارة إماراتية، وهذا يجعل المجلس تابع غير قادر على يعني صناعة قرار. السلطة الشرعية لا تستطيع تلتقط كل هذه الاحتجاجات لأنها غير متواجدة في الجغرافيا، وبالتالي لن نستثمر هذه الاحتجاجات إلا في حالة واحدة، عندما يتحول الفعل الجغرافي الضيق إلى فعل وطني، بمعنى أن يكون الفعل الوطني من شبوة في تعز في مارب، يكون هناك تنسيق بحيث هذه الاحتجاجات تعم الجمهورية وتخلق ما يسمى بالفعل الوطني الشامل حتى وإن كان في جغرافيات متجزئة. أما الآن نحن ماذا يحصل؟ هنا غياب للسلطة الشرعية في الجغرافيا، وهناك احتجاجات وفعاليات كل محافظة على حدة، هذا يجعل يعني يعزز ما رسم لليمن، مجموعة من السلطات جغرافية مقسمة. لكن عندما نطالب نحن ونقول فعلا وطنيا، بمعنى أن يكون الاحتجاجات هذه يتم التنسيق بينها ودعمها في تعز في شبوة في سوق قطرة في كل المناطق في أبين، بحيث يصبح المواطنين يشعروا أنهم ليس فقط هذا موضوع لأبناء عدن، ولا هذه متعلقة بأبناء سوق قطرة، هذا فعل وطني. بالتالي هذه الحكومة أقول سيتتحمل. أنا سأسألك عن مستقبل هذه الحكومة بعد هذه العودة الأخيرة لها، لكن أذهب بسؤال أخير لضيفي من لندن أستاذ صالح النود. من المفارقات الحاصلة الآن أن الطرف الذي يعلن قدرته على استعادة دولة الجنوب وإدارتها غير قادر على إدارة مدينة واحدة، في ظرف أشهر اشتعلت الاحتجاجات لسوء إدارته، واللافت أنه أيضا تعامله مع هذه الاحتجاجات التي خرجت ضده كان أسوأ من تعامل من يصفهم بالمحتلين أو بالمحتل. إطلاقا هذا كلام غير صحيح. طبعا كما ذكرت لك الأزمات كبيرة يعني والمعاناة شديدة، وبالتالي من الطبيعي أن يخرج الشعب إلى الشارع. تعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع هذه الاحتجاجات كان تعامل مسؤول وتعامل حاسم مع تلك الأطراف التي كانت تريد أن تثير الفوضى وتزعزع الأمن في البلاد. ولذلك ما هو حاصل في تعز ربما أسوأ بكثير مما هو حاصل بعدن وما هو حاصل في مناطق كثيرة، وبالتالي التركيز على عدن وكأنها بؤرة للفوضى وإلى آخره غير صحيح، وأنا أعتقد أنه مبالغ فيه كثير. نحن نمر أو أبناء عدن بالذات والمناطق الجنوبية هناك مؤامرة كبيرة عليهم من أعداء كثيرون، ويدركون ذلك ويقاومون حتى يعني أشد المعاناة حفاظا على كرامتهم التي يريد البعض
أن ينتهكها. ولذلك أنا أقول بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يتعامل مع كل هذه الظروف بمسؤولية كبيرة رغم كل الصعوبات والتحديات. وأنا أعتقد وأختم بهذا القول بأن ما زال إذا ظل خطاب النخبة في الشمال هو بهذا الشكل لن تتحرر الشمال. تقول من غش الحوثي استطاعت اليوم أن يعني تسيطر على الشمال ليس بقوتها وإنما بتخاذل الكثير وبالخطاب الذي هو غير واقعي وغير موضوعي ويذهب إلى خلق أعداء هم ليسوا الأعداء الحقيقيين ويتركون العدو الحقيقي الذي غير كل شيء في الشمال للأسف الشديد. حتى نحن في الجنوب نريد أن نكون مع الأخوة في الشمال لتحرير الشمال ولكنهم هم بأنفسهم يرفضون ذلك ومصرون على أن يعودوا إلى الجنوب ويحتلونها مرة أخرى ولن نقبل بذلك. دكتور عبد الباقي، سؤال أخير، هل ستبقى الحكومة في عدن أم أننا سنرى وضع آخر خلال الأيام القادمة؟ بشكل سريع، خطاب الضيف من عدن خطاب لا يقل عن خطاب الحوثي، وهو يشكل أكبر خطورة وأكثر تهديد على السيادة اليمنية والمسألة اليمنية. بالتالي الحوثيين نحن ندركهم تماما، هؤلاء خطابهم لا يختلف عن الحوثي. بالنسبة للحكومة، هذه الحكومة سيتم إفشالها وستكون جسر عبور نحو إيجاد اتفاقيات جديدة وفقا للضغط الدولي وتحركات الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تريد أن تصبح المنطقة غير مستقرة وتتفرغ للصين. سيفشل هذه الحكومة، ثم سيتحدثون عن حكومة وحدة وطنية مكونة من المجلس الانتقالي والحوثيين والحكومة الوطنية تحت ضغط إقليمي ودولي، هذا على المستوى ليس القريب وإنما المتوسط بعد استنزاف القوى. وبالتالي الحكومة هذه ليست حكومة، مجموعة الشخصيات هذه التابعة للسعودية ستقوم بتبرير وإعطاء المجلس الانتقالي مسوغات لإعلان فك الارتباط بسبب أنهم فاشلين، بينما هم مجموعة شخصيات غير قادرة على حماية ذاتها أو حتى إدارة الشأن العام داخل وزاراتهم وليس على مستوى الوطني. إذن نحن أمام الصراع اليمني لم يعد صراعا محليا، هؤلاء أدوات الحوثيين، المجلس الانتقالي أدوات إقليمية، الصراع في اليمن إقليمي ودولي برهانات محلية. الحركة الوطنية اليمنية ستفرز رجالها على المستوى العسكري والسياسي وستغير المعادلة. الضيف يتحدث عن النخب في الشمال، عن حديث يتناقض مع ما يطرح، هو الآن أكثر خطورة عندما نحن نواجه الحوثي وبنفس الوقت يأتينا خطاب مثل هذا. كيف يمكن لك أنت الآن تواجه المجلس الانتقالي من هنا ليس باعتباره ممثل لأبناء المناطق الجنوبية، باعتباره أداة إماراتية تستهدف اليمن، والحوثيين هنا باعتبارهم أداة إيرانية يستمدون سلطتهم من التفويض الإلهي. بالتالي المناطق الجنوبية لا يعبر عنها المجلس الانتقالي، هو أداة تستهدف اليمن شكرك. وتخدم الحوثي بامتياز. أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسة من هولندا، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر لضيفي من لندن المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن الأستاذ صالح النود، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. إذا انتهت حلقة هذا الأسبوع من فضاء حر، نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم، كونوا بخير.